قطع خط لاسلكي عن اي قائد الكتيبه متصل بجهاز لاسلكي لموقع المدفعيه وخط وخط سلكي لموقع المدفعيه عشان يبلغ البيانات لرئيس عمليات الكتيبه في الموقع. فقطع خط الاتصال لاسلكي فقال له يا جندي صلح خط السلك بتاع التليفون. طلع الجندي وكان لازال صغير في السن مجنن صغير. قال له يا فندم انا خايف. قال له اطلع عسكري اطلع عسكري. كل عسكري طلع وكانه كان يعرف ان هو مش هيرجع ولم يعود. موقف يعني يخلي الانسان يعني يعتز بفخر ان هو كان مجنن في الجيش لما عبرنا